السلامة، مرحبا بك أخ بوخلفة. الله يسلمك أختي العزيزة. اليوم الأخ بوخلفة الساحلي راك معنا في فضاء أم والد. فضاء أم والد؟ واش تحبين نقول لك؟ راني صح في الفضاء. وي صح في الفضاء، وراح تسافر معنا بإذن الله. أي يعني أي كوكب راك حاب نروحوا ليه نروحوا ليه، واش رأيك؟ كيما تحبي، أنا ندير فيك لامان. أيه تفضل، مرحبا بك. الله يسلمك. ديجا نقول لك حاجة، أنا جيت على جالك، على جال أم والد. ربي يحفظك. الله يسلمك، سي لا فيغيتي، شرف كبير ليا. الله يسلمك. بصح وين راكي؟ أنا ما تشوفنيش. ما نشوفكش، ما نشوفكش؟ لا لا. علاش هكذا؟ أنا دوك من الصباح وأنا منين تصبح وأنا نزوخ لدارنا، أنا رايح نشوف أم والد، أنا رايح نشوف أم والد. كاش نهار، مازالوا الأيامات والدنيا طويلة. المهم كي أنا نسمعوا في صوتك كاع، ربي يحفظك، اليوم ما فيها. دوك أول حاجة نبداو بها إن شاء الله لازم تلبسنا طابلية، لأنه راك رايح طيب بنا. أنا هو الشاف اليوم. دير في بالك بلي حنطلعوا كيف كيف في الجو ونديروا جولة عبر الكواكب، وهذاك الوقت أنت طيب بنا وتحكي لنا شوية على حياتك المهنية، على واش بثلت، على واش رأيك؟ افيك بليزير. علاقتك بالكوزينة، لا تعرف طيب ما تعرفش. الكوزينة بالك الشعب الجزائري كاع راح يضحك عليا. ان شاء الله تنجح، ان شاء الله مع ام والد تنجح باذن الله. وانا علاه جيت انا؟ كل ماشي ام والد ما نحشم، ما نقدرش ندير. الحمد لله. اول حاجة نبداو بها ان شاء الله حين نغسلوا يدينا. بيان سور لازم. وانا راح نعطر المكان اللي راني فيه. هيا. هيا بسم الله. بسم الله. وصلتك الريحه؟ وي. ومن بعد تبدا ريحه الماكله، الله الله، هكا نحسوا رواحنا كاننا في جو عائلي، واش رايك؟ رانا في جو عائلي، ماناش نحسوا في روحنا. الحمد لله، الحمد لله. يسلمك. اليوم ان شاء الله جبتك باش طيب لنا الرز، دوك ما على باش اسكو انت تحب الرز ولا ما تحبش الرز؟ انا ناكل كلش ما خيرش. هيا الحمد لله. شوف دوك راح ننطلقوا بالمركبه، راح يكون شويه اهتزاز هكذا باش تشد روحك ونقلعوا. هيا بسم الله. هاني شاد روحي. شد روحكم مليحه، ما تخلعش بركه. هاي بسم الله. خفتي تحت وادو. هيا تخي بيان. الله يحفظك. وي لازم نحافظوا على القش تاعنا، على الماعن. وي يعطيك الصحة. نعم. واش رايك في الكوزينة؟ لا ما شاء الله، ديكور هايل كاع. اسكو انت طيب يعني تخلط شوية في الدار ما تخلط؟ لا لا ما نكذبش عليك، ابار هكذا اومليت ولا فريت اومليت ولا ميسينا. صافي اليوم ان شاء الله دات ولي طيب، واش رايك؟ حنتعلم معاك اش ما بسم الله. بسم الله. دوكا ان شاء الله راح نديروا وصفه تاع الرز، راح تقابلك القائمه تاع المقادير. داكور. راح تشوفها على يدك اليسرى. داكور. يسرى. اليسرى اليسرى. بالك مع رمضان اللي في تاع رمضان ايتو هاي لك. داكور. شفتها؟ عندنا الرز، الدجاج، الفلفل، البصل، يعني مقادير كاين كامل في الدار، واش رايك؟ علم هذا اسمحي لي. ساهل بصح سهلة، ما فيهاش مقادير بزاف. هاني معاك ما نخافش كاع. تفضل يلا راح نبداو ان شاء الله. داكور. أول حاجة نديروها ديرنا الطنجرة تسخن. داكور. هكذا باش نربحوا الوقت ونقصروا شوية. عليك. ثقيلة شوية. شوية. مليحة. يلا شعل لنا هذه نعرف نديرها، ما عنديش مشكل. يا طريبيا الحمد لله. احنا ماذا بينا يعني الضيف اللي يجي عندنا يستراح، ما يحش روحه أنه متضايق ولا تحس روحك في دارك. داكور. نانو دوك الطنجره راهي تسخن، واش نديرو؟ دير لنا مغرفه تاع الزبده. فوالا هذه هي المغرفه. هذيك هي درت لك وحده صغيره وحده باش ما تغبنكش، تجيك سهله وتخلط بالخف. داكور. هذاك السمن دير لنا الزبده خير. وراهي قلت لكم هاكا الحين ضحكوا عليا. معليش لا لا معليش على بالنا بلي ما تعرفش، تتعلم معانا تتعلم. ورز موراكي هنا. وي تبدا تعرف وقتاش دير الزبده وقتاش دير السمن، هكذا نعرفوا. بيان سور راني نتعلم. نديروا شويه تاع الزبده. داكور. دير قسم غرفة كبيرة هكذاك. اوكي. ايوا. نعمرها. عمر عمر، دير ماشي بزاف مي شوية، مغرفة كبيرة. داكور، هكذا سي بون؟ سي بون هايلة. فوالا. نديروا لها شوية تاع الزيت، علاش دائما نديروا الزيت للزبدة؟ ايه. باش ما تحرقناش. باش ما تحرق. باسكو الزبدة تتحرق. داكور. دونك شوية زيت ياك؟ ايه. شوفي معايا. بصح المغرفه ما نحطوهاش هكذاك واقفه للفوق. غير قولي لي. تجي ترفدها كيفاش ترفدها؟ توسخ كامل. صح. صح معليش انا نتعلمو. سي بون الزيت سي بون. يعطيك الصحة. ورزمو كي هنا. وي دوكا واش نديرو؟ كيفاش نحطها المغرفة؟ دورها. هكذا. ايوه هكذاك.
جيد. معليش راك معذور. الوغ اول حاجه نديروها جبد لنا الصدر تاع الدجاج، راه تما الصدر تاع الدجاج. هاوليك. هذاك هو. نحطوه هنا. وي نحيه من الطبسي. داكور. وديروا فوق هذيك لا بلونش وقطعوا لنا رقيق. داكور بهذا الموس. ايوا خذ راحتك اللي يساعدك، الكبير ماشي الكبير خير، بالك باك تجرح روحك. داكور هذا. هذاك بالك. ايه دونك نعطيه هاك ولا هاك؟ كيما حبيت، المهم ديروا لي قطع صغيره. داكور. بسم الله. هكذاك قطعوا. وانت تقطع احكي لي فقط واش حكايه، علاش الشعب الجزائري كامل يعيطوا لك حقرونه؟ باسكو الدور اللي لعبته في عاشور العاشر اها عجبهم. اونفا ماشي انا اللي كريت هذاك لو بيرسوناج، سي يفو ما ننساوش الناس اللي تكتب لي سيناريو. بصح الناس اللي يتفرج شو اللي يامن بالشخصيه اللي قدمتها انتيا. فوالا شغل قدرت نأدي هذاك الدور كما يقول لك. أكيد الناس حسوه. فوالا حسوها باسكو أفون تو الممثل كي أدي دور لازم شغل إلانتربريتي أديه يعطي له قيمته، باسكو ساهل سينو تحكم سيناريو تقراه تهضره وتلعبه ما تلحقش الميساج. الإحساس تاع بليك ماشي شخصيتي هذيك تقمصت. فوالا تقمصت شخصية، قدرت الحمد لله على حساب الجمهور نشكرهم. لكن عرفت تقمصها والناس امنوا بك ولاو وين تروح يعيطوا لك حقرونا صح؟ والله بورتون خدمت ادوار واحد اخرين اللي كان عندي بوكو بليس ديسباس دو جو، تسمى كان عندي بزاف لي سيكونس. الله يبارك. ما تماركيت بهذاك. المهم احنا اليوم ما حقرتكش انا في الكوزينه تاعي. لا لا حسره راني في ديسباس وراني حسره. مرحبا بك. والله الناس تتمنى تهضر مع ام وليد. ربي يحفظك. وليد احكي لي وليد واش راهو؟ الحمد لله لاباس. بس الميل عليه بزاف. الله ربي يحفظك. ومام هما يتفرج بزاف عاشور العاشر. ما تيتيليش والله غير يتفرجوا. خلاص خلاص هذا افتخار ليا والله. يلا نعطي له كلمه الواليد. ايه من الحلقات اللي جوزتهم في عاشور العاشر يعني اللي معروف بها. يلا كاش لقطه هكا عاود. والله غير اللقطات اللي جوزتهم انا عندي بزاف لي زانيكدوت. كنا تما كي كنا في التصوير كنا كانوا لي كوليس كنا نضحكوا، كنا سيرتو اللي كانت معايا حبيبه اللي لعبت الدور. حبيبه الله يبارك. يبارك اللي لعبت الدور تاع رقيقه اللي لعبت الزوجه ديالي. كنا فريمون فريمون لو كان يقولوا لي تما شكون اللي تحب تزيد تورني معاها تما تكون كويكيبير تاعك ولا نختار حبيبه. ما شاء الله عليك. ما شاء الله نحترم كاع الناس مي حبيبه. الله يبارك الله يبارك. عندها الوجود تاعها صح. شوفي باش تشوفي بليك تقمصت الدور تاعها. ما شاء الله. نزيد نقطع ولا نزيد نقطع. ايه ديكاغي ولا كيف حبيت. باش تشوفي بليك حبيبه تقمصت مليح الدور تاعها. اكيد. ولعبت الدور تاع هي راجلها يخاف منها وهي قبيحه. الوغ كو مسكينه كي نكونوا في لي كوليس ولا قبل ما نتورنيو كي يجي يقولها المخرج جعفر القاسم اللي نحييها بالمناسبه يقولها لازم تعيطي عليه. لازم تعيطي عليه ولازم يخاف منك باش ندخل باش نحسها. مسكينه تقول لي بوخالفه اسمح لي نحن نعيط عليك ونحن ندير لك هكذا. احترام 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 احترام. كي تشوف كي تشوفيها تلعب ما الناس ولات تقول لي برا سبحان الله يا اخو كيفاش هذا تخاف من مرتك. دونك لا تر وي باسكو الناس يامنوا الناس تامن وصلتهم. فوالا حسوا بها. دونك على هذه نحييها بزاف حبيبه. والطنجره تاعك واش بارها. هاي تخيب يا راك هاي كمل. لا كمل. لا انا استعرفت انا استعرفت. ايه نهضروا ونخدموا. لا بليك انا يا جيت نتعلم. وي قطعنا هذاك. لا لكن بدايه حياتك ما كانتش التمثيل. ايه ما كانتش تمثيل. احكي لهم شويه الناس اللي ما يعرفوكش يعرفوا غير في التمثيل. انا البدايه تاعي انا بديت تمثلت على كل حال كنت صغير. كانت في ابوبري 1999 فوالا كان اول تجربه ديالي. كان مسلسل درامي يعني درت فيه دور صغير بصح. وشنو كانوا لي بروميير رول كانوا ممثلين كبار الله يحفظهم. كان عمر قتلاتو اللي هو ابو علام بناني، كانت نوال زعتر، كانت الله يبارك. كانت اول تجربه ديالي انا اللي نتفكروه ونترحموا عليه. كان انا في رمضان ياسين زايدي الله ربي يرحمه ويوسع عليه. فوالا كانت اول بداياتك في التمثيل معاه. مام هو كانت اول ليه ومن بعد المسرح ومن هنا اخترت حاجه واحده اخرى صح. بعد كانت صعيبه شويه كنا صغار ما نعرفوش. خدام خدام وحكي لي هكذاك. فوالا فوالا مي الناس ما على بالهمش بلي انك داير يعني دارس اداره اعمال. اداره اعمال. وي في الاول خدمت في الاداره. ابري كي باسكو من بعد كي كنت نمثل حبست يعني كنت حايب ندير ميتير روحي. اختلاف كبير بين واحد يكون يخدم في الاداره وبين تمثيل. لا
بزاف بزاف بزاف. مازال متفكر الناس اللي كانوا يخدموا معاك تلاقى بهم؟ مازال نروح لهم نحييهم بالمناسبه. انا تعلمت معاهم باسكو انايا كنت خدمت في الاداره، صبت دي دكاتره دي دكتور ديتا والاساتذه والعمال سيرتو اللي نحييهم. الله يبارك، تحيه كبيره لهم كاع كاع العمال الجزائريين في دون تو لي دومين كيما يقولوا. هذاك الدجاج رجعتوه هايل، دوك ديروا لنا في الطنجره راه يتقلى. يلا طريب يا قولي لي برك كيفاش نرفدوا. رفدوا بيدك عادي عادي هكذا. ايه رفد بيدك. عادي خذ راحتك. كيفاش مقيين غسلتي يدي؟ علاش اخي حين تاكلوا انا وياك؟ هاي خلاص. انا سمعت بلي انت المعزوزي تاع الدار. لا لا انا هو صغير في الدار. مفشش تاع الدار. والله غير مفشش، مي كي كنت صغير شويه ومن بعد مع الله نكبروا ونترزنوا ناخذوا مسؤوليه نقراوا ونخدموا. صح كنت تشرط بزاف في الماكله ومن بعد دنسى الكو وليت تاكل كلش، علاش؟ والله غير صح. شوفي ما نكذبش عليك، انا نستعرف كنت كي ندخل للدار كان في عمري واقيلا 14 ولا 15، كي ندخل هكذايا وقت الفطور ولا العشاء معلي زد لها شويه طنجره، زد لها شويه وكملنا الحكايه باسكو مشو يعني شوقتني الحكايه. واش نزيد لها؟ النار زيد لها شويه. اه داكور. اه زيد لها شويه. دقيقه نعاود نرد هذه. زيد لها معليش. شحال؟ 5 زيد 6 7 6 سات مليحه. ايوا تري بيان داكو. هيا نكملوا نقلوا الدجاج. ونكمل خلينا هذاك خلينا هذاك الدجاج يتقلى وقطع لي الحبه تاع البصل الرقيق، قشرها واغسلها وقطعها وراك تحكي لنا. بصل او هنا تما البصل. ايوا من بعد كنت تشرط في الماكله ما على باليش راني نسمع في واحد الحس. يا اخي غير الخير. خير نورمالمون خير. هاي تسخن؟ ايه هاي تسخن وي. خلاص خليها تطيب، خلي داك الدجاج يطيب وانت يا راك البصل نبدا هكذا. ايه بالك باك تجرح روحك. هاني من بعد. ايوا واحكي لي على اللي الصغر تاعك كيفاش كنت. كيفاش كي كنت نشرط، كنت كي نستعرف كنت كي ندخل للدار ما تعجبنيش ماكله ولا نقولها لي ما الله يرحمها نقول لها هذوك هذه ماكله هذه ماكله هكذا شغل كنا نحبوا ناكلوا كيما راهم كامل درك يعني ما ياكلوش كلش. ابري خطره كنت قاعد بابا الله يرحمه كان يدخل يفطر كان راح يعاود يولي دار لاسيست. انا بابا الله يرحمه كان كيجي يفطر يدير لاسيست باش يعاود يولي للخدمه. ناس بكري صح. لاسيست نص ساعه تاعو واحد ما ينحيها له. كي جا خارج ناض غسل هكذايا منا كي جا خارج لبس حوايجو قالت له يما ما تنساش خليني دراهم باش نقضي. قال والله راه هكذا سمعت هو ما شافونيش. اها شكون والديا زمان كي كانوا يهضروا عفسه تاع الكبار حس الصغار ما يكونوش ما يسمعوش. صح بكري يجوا الضياف والله ما نقدروا. والله غير ريت يرجعوا ليامات هذوك. انا والله غير كاين اللي يقولوا لي كي يشوفوني يقولوا لي انت وليد شكون تالما ما شافونيش كي كنت صغير. ما قعدتش معاهم في الطابله وفهمتي. اها دونك بريف سمعتها قالت له ما تنساش تخلي لي دراهم باش نقضي. قال لها والله ما عندي دورو حتى ندخل لاباي. انا تشوكيت. شحال كان في عمرك هكذا؟ كان عندي 14 15. الله يبارك زعما كنت تفهم. قطع لنا هذيك البصله رقيق. شوف دير غير نص حبه هكذا باش ما نعيوكش بزاف. هكذا قطعها كيما حبيت المهم رقيق. شوف الفرن ماهوش يسخن جاب لي ربي. راني نشوف ما تحركش. اوروزمون راكي هنايا. وي طفي وعاود شعل عاود كامل من جديد. فوالا سي بون راه شعل. ايا تخي بيان دوك خليه يتقلى وروح لي البصل قطعو رقيق. نولي البصل تاعي. دورو برك البصل دورو دورو هكذا. هكذا كتجيك تقطع ساهل. رزمو راكي هنا بابا هذه معليش انا راني هنا باش نعاونكم. رزمو ومن بعد كيفاش وليت تاكل؟ يلاه كمل لي الحكايه. قلت لك كي سمعتو هكذاك قال والله ما عندي دورو. قال حتى تدخل لي لاباي. صح صح. تما انا تشوكيت وليت كل ما ندخل الدار ما نلقى والو نقولها لي ما خبز والزيت على بالك حارت تاكل كلش. مديك الضربه لهنايا. حنا الامهات على بالك كيما ياكلش وليدك حاجه تبقى تخمم عليه. انا شوفي نقول لك نقول لك والله وحده والكبده وحدها. والله غير يما غير كانت تخبي دير في لي زيكونومي باش حاجه اللي نحبوها حنايا صح توفرها لنا. قادر ما تاكلهاش هي وتعطيها لكم ما تاكلش. ايه ربي يرحمها ويوسع عليها. ربي يرحمها ويوسع عليها. ربي يرحم كاع الامهات تاعنا واللي راهم حيين. نقول لولادهم ماشي تهلاو فيهم عباك ليموسيون تاع ديالي وليموسيون تاع البصل الله يمخلطه كاع. وي تهلاو 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 في الوالدين. اكيد لازم حاجه اللي نتمناها سي هاد ليسباس هذايا لو كان فواياجي فيه نتلاقى بيما هذا ان شاء الله باذن الله. باذن الله يا ربي نتلاقاو في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله. الوغ بعد ما قطعت هذاك البصل ديروا على الدجاج ودوك كي تفوفات الوالده. وي ايه شكون راه يطيب لك؟
سا ديبون. شنو تاكل؟ العائله كامله هي مغربه صح؟ اه لا بلوبار بصح عندي هنايا ثاني. الحمد لله الحمد لله، صافي رمضان فوتوا شباب. وي الحمد لله. انا كلش ولا فامي. وي كلش ودار، لانه انت يعني مربي في حي شعبي. حي شعبي يا. تحب اللمه، تحب المارشي. اسكو تروح تقضي تروح؟ بكري كانت الدنيا ما الله يرحمها نقول نزربها، نقول لها نروحوا زربي. صح كنت صغير. كنت صغير مي دوكا وليت ما كاين كلش في الدار، نحب نروح وتعلمت نشري. هذيك تاع ما نشريش عند الاول، لازم ندور كاع المارشي. هذه مليحه، هذه رخيصه، تشوف المليحه تقصر مع الغاشي. وي يضحكوا معايا الناس يفرحوني. شو الانسان اجتماعي اكثر. سورتو ملي درت تاع بنات الجزائر معايا من وغادي اللي نحييهم، ولاو الناس كبار، نزل كبار يتبعوا هذيك. جوستومون انت لعبت درت دور تاع راجل غازيه. زوج غازيه درت رب اسره، يعني اللي يغلبوا رمضان. اسكو انت صح من النوع اللي يغلبوا رمضان؟ يغلبني بصح ما نيفيتي. نيفيتي. نيفيتي الماكله. بكري كنت نبدل. ما نكذبش عليك، نشري كلش نعمرها. مي دوكا وليت تصوم، يعني تصوم على قانيه. وي ما تبدلش. ما تبدرش يعني. باسكو كي تفكر بلي الناس ما صابوش واش ياكلوا. صح اكيد. وانا يا غدوه من داك حاشاكم من الفضله. الوغ علاه هكذا باش الناس اصلا هكذا باش يدو داك فكره ونعتبروا سوا سي نورمال كون تشهوا الماكله ايتو. بصح في الحدود. ربي ما يحبش التبذير. صح ما يحبش التبذير. دوكا راهي كاينه حبه تاع الفلفل، زيد قطعها رقيق. داكوغ خليها على جهه معليش. انا فيهم دير الحمراء، دير اللي حبيتها، اللون اللي عجبك ديرو. شباب الوزداد. انا نحب شباب الوزداد. كنت تلعب ديجا كرة القدم؟ لعبت نعم. فكرتنا كيما حبيت. نحي لها الراس هكذا. فوالا في الرخام لداخل بالك. كمية صغيرة، هذا هو الميتي راه يدخل. نو باسكو كاين باش ديرها، كاين اسعافات اوليه، كاين الا نديروا لك عفسه ولا نديروا لك بوسمون ولا. وي خلاص ما غسلنا الفلفل. داكور سي بون دوكا اسعافات اوليه. بلون دو ترافاي اللي راك فيه، من تحت كاين علبه تاع راه يسيل سواسوا الدم. اذا نجبدها راهي تما تحت البلون دو ترافاي، ان شاء الله تسمح لنا برك. لا سي نورمال، هذه يقولوا له الميتي اللي راه يدخل. راه كلش داخل، تسيب الاكسجيني، تسيب سبارادرا، تسيب كلش. داكور الوغ يلا اسعافات اوليه. صافا اسعافات اوليه نسلكها شويه. الحمد لله. الوغ جو بريفير نروح ندير لهي. معليش خذ راحتك. بور ايفيتي الماكله. يعطيك الصحة. بيان سور بلا بزير. فوالا. يعطيك الصحة. غير بالعقل برك. بيان سور. بالك برك يحرقك، الأكسجيني ما يحرقش، لا الكول هو اللي يحرق بالعقل. ديرو ديريكتومون. دير كيما حبيت. بيتادين. أيوا. يكفي. فوالا. فوالا. هاكا تنقي الجرح مليح. باش نغطوه. كاين تاويل الحمد لله. لا عندنا كلش في المركبه الفضائيه تاعنا، دايرين حسابنا. هذا خلي هذا هنا باش كنولي هذا يروح لهنا. ايوا كملي تقدري تكملي. خلاص صح الحمد لله. يلا نكملوا. انا اون ميم طون ندير في الاخر، اون ميم طون نسمع لك. ايوا وهذا العام شفناك ثاني في دور الطبيب على قناه سميره تي في اللي متعتنا بالحلقات. حفظك ميرسي بوكو ما شاء الله. ميرسي بوكو. واش رايك في التجربه تاعك انك تكون طبيب؟ والله غير التجربه الاولى اللي تقمصت هذا الدور تاع طبيب. وماهوش ساهل باسكو لازم هو دور مركب شويه. لازم تدخل في العقليه. لازم لو بيرسوناج تاع طبيب لازم تعطي له حقه. كل دور لازم تعطي له حقه. لازم تعيشه. فوالا كل دور تعطي له حقه. وكيفاش كانت يعني التجربه تاعك مع المخرج يعني جعفر قاسم المره الثانيه تاعك؟ خدمت معاه لي 3 سيزون. انا استدير هو ولي يعرف لي وانا نعرف واش هو حاب واش هو حاب. ايوا كيما يقولوا لو كورون باس فيت. الحمد لله. كانت تجربه رائعه يعني. رائعه لكوليس الممثلين اللي كانوا معروفين كيما قروابي. مروان قروابي نعم نتعاملت معاهم. اللي متاعنا هذوك نعرفهم، خدمت معاهم بزاف. بصح ثاني ديكوفريت ممثلين جدد.
اللي فريمون كانوا في القمه يعطيهم الصحه ما شاء الله. اها وكما تاني ساميه مزيان اللي نحييها اللي لعبت زهور زهور وي مرت سي محي الدين. خلعت ماشي خلعت نجمه بالك الطبخه تاعك تحرقها فوالا فوالا يا معليش دونك كانت تجربه رائعه. يا ما شاء الله يعطيك الصحة. الله يسلمك. دوك تقدر تقطع لنا الفلفل؟ نكمل وي نكمل. قطع غير نص حبة ما ديرهاش كاملة. داكور. قطع غير نص حبة. داكور. أيوا دير غير هذاك شوية بزاف عليك. هذا. أيوا بزاف. هذا. هكذا ما متعبوكش. غسلتها عليها. فوالا. كمل. قطعها بتي مورتو. أيوا قطعها بالطول. ومن بعد؟ ما تخافش ما تخافش. ومن بعد دورها وزيد قطعها يخرجوا لنا مربعات. سامارش. أيوا حتى لدوكا سافا. الحمد لله يا خويا راني مع لا ميور الحمد لله الحمد لله يلا فوالا واش تفضلي واش رايك في العادات تاع درك اللي رانا فيهم في وقت رمضان اسكو تبدلوا كيفاش راك تشوف تبدلوا بين زمان ودرك وي ولا رانا كيف كيف وي هي تبدلت هي كل حال كل واحد والراي ديالو واه كي نقول حاجه سو با ديركو عندي الحق اي بيان سو كل واحد واش يشوف الحاله فوالا ممكن نكون عندي الحق ممكن نكون غلط صح مي انايا جو بونس كو بزاف عفايس تنحاو سورتو كوتي من العائلات كي تغابوا الوالدين اكيد وي وي الوالدين كي عندهم بنا في الحياه عندهم في كل شيء حنا كيفاش تعلمنا كان كيجي العيد يما تنوض صبح زرب روح غافر خالك زرب هبط للجنان غافر صلة الرحم صلة الرحم فوالا حنا تربينا على هذاك الشيء دير الفلفل فوالا راهي تحمصت مليحه زيد خلطها راهي تشهي يعطيك الصحة الله يسلمك قولي والله ما تخلعينيش والله راهي تشهي يعطيك الصحة يا خي ناكلها انا وياك خلاص ما نقول لك حاجة راح نولي كونكيرون تاعك في الطياب وشنو انا يبان وجهي معليش معليش يعني حبيت نسقسيك نعم انت سقسيتيني وي تفضل اسكو نقدر ندير نسقسيك تفضل يزيد فضلك انت يا انسانه ما شاء الله ربي يحفظك معروفه دون سو دومين سيرتو انا خياتي ونسى كاع يهضروا عليك الحمد لله فوالا سون زيتر تسمى ماشي بار كيوريوزيتي هكذا باش ندخل لك في امور تاعك شخصيه كيفاش جاتك الفكره تاع ام وليد لو كارينو اللي راكي فيه هي والله غير بديتها بالصدفه نعم صدفه كنت نحطها كزعما واش نطيب في الفيسبوك فيديو داكور ومن بعد يعني عطاوني وجهوني كاين الناس اللي وجهوني بيان سور باش نفتح يوتيوب وفتحته والحمد لله كان عندي صدى عند الناس الحمد لله ماشي صدى كان حسيت بلي انه الطريقه نتاعي يحبوها بزاف غاشي سي لا فيريتي ايوا وفاش نزيد نحترمك اكثر سيدتي المحترمه ربي يحفظك سي كنتي خدمتي حاجه ماشي زعما كيما حنايا ممثلين نبانو نلعبوا بوجوهنا انت يديك برك الحمد لله الحمد شوفي لله شوفي باش تشوف بليك سي تان ناخ فن اباكي باش تفصل القلوب تاع الناس تبصل له ماشي شرط بوجهك على بالي الناس يحسوا الناس الانسان يحس اللي يتفرج عليك فوالا احساس احس انت كنتي تلحقي لهم دون لي كرينو تاعك ايوا برافو دوكا واش نديرو انا روح جيب لنا الكاس جري 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 باسكو راني شوف الحاله راهي راح تحرق لنا هذاك الكاس غير بلا عقل تكسروا لي لا لا راني حاضر ها شوف ايوا ها راني نسي نكادري كما يقولوا تخي بيان مليحه تخي بيان دوك روح عمر لي كاس تاع الرز او تما الرز هاوليك عمر لي كاس رز الرز باش يتعمر بالمغرفه ديريكت عمر كيما حبيت بفراغ بمغرفه جيب مغرفه فوق الطابله هذه عمر وي فوالا اي با باش ما نسيحش ايه دعمر لنا كاس الناس كاع تشوف فيا لا لا على بالهم بلي راك جديد في الكوزينه ايه مي جي كو ميم جيميري بيان نبان بيا راك ما شاء الله اكيد ان شاء الله تخرج ما شاء الله ان شاء الله لوكا عمر لنا كاس نتاع الرز عمرو مليح حتى الفوق فوالا سي بون هكذا وي هذه مليحه زيدوا لنا فوق هذيك الخضره اللي درناها مع الدجاج نزيدها هكذا ايه زيدو زيدو توت اوتور ايه يتقلى معاه زيدو فرغو كامل عجبتك هكذا يا عمر 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 فرغ فرغ ايوا فوالا دوكا هنا واش نديرو ديرنا التوابل ايه خليه يتقلى ونديرو التوابل التوابل اللي هما عندنا الملح وفلفل الكحل الملح الملح هذا ولا هذا واحد فيهم واحد ملح وواحد فلفل كيفاش نعرف انت ديرهم في زوج يخرج منا هذا ملحة خاشت هاي بانت دور قولي لي وي دور حنا عندنا شوية سبور هالا هالا شغل تفتح حاجة خلاص هالا او يهبط قولي لي وقتاش نحبس زيد زيد دير دير بس كما وش يهبط بزاف مش ما يجيناش مسوسة فوالا زيد شوية او يهبط وي
تري بيان. دوكا دير لنا شويه تاع فلفل الكحل. فوالا. او تما. هذا هو. ايوا. دونك لا ميم شوز. لا ميم شوز. ندبرو وهو يهبط من تحت. فوالا قولي لي. نديرو كيما لي الشاف يعني المعروفين. راني هكذا خسر عليك. وي. هذا فن. فن ولا غير فن. من بعد هنا واش نديرو؟ دير لنا شويه نتاع الكركم. او تما صفر. هذا. صفر. هذا ايه كركم غير فاصل صغيره. قلت لي صفر ما نكذبش والله ما نعرف. معليش نيم بدا تعرف. الروز يحب الكركم. هكذا ولا نزيد؟ عمرها 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 فوالا ديرها كامله. شوفوا 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 هذه نعرف نديرها سهله. فوالا زيد لنا عليه التوابل الدجاج تما وراهم تما رايحين. واش كاين تما غير الكركم برك؟ كاين هذا. فوالا دير لنا هذاك. مغرفة توجور. دير مغرفة صغيرة. داكوغ. واسمهم هادو؟ توابل الدجاج، هادو خاص بالدجاج. سمعوا يا ناس كوابل الدجاج. فوالا. أيوا. هنا غير أنا اللي نسمعك، ما كان حتى واحد يسمعك، لا ناس ولا. غير أنا اللي نسمعك. معليش أنا نحس روحي شاف زعما أني نوري للناس. معليش تفضل خذ راحتك، هكذا باش تعيش اللحظة. هاهي تخيل. شوف راه تقلدنا مليح هذاك الروز. داكوغ. دوكا واش دير؟ دوكا نروحو للماء. ايه نديرو زوج كيلات تاع الماء. دوك كل كيله تاع الروز دقيقة تقابلها زوج كيلات تاع الماء. خليه معليش خليه سخون معليش. ايه الو عاودي لي. كل كيله تاع الروز يقابلها زوج كيلات تاع الماء. داكور نفس الكاس نديرو زوج كيسان ماء. داكور نديرو في طنجرة. الماء ملهيه؟ لا لا قدامك الطاس. طاس 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 وراهم. وي نسخنو انا. معليش دير دير ديرك دير رانا موجدين لك كلش. ما تخممش الحفله كاع. عمر كاس. فوالا الكاس الاول. فوالا ديرو في الطنجره. فوالا فرغوا كامل. نزيد الدوزيام وزيد الكاس الثاني. صار عليك نحفظ انا نحفظ. وي كل عبر تقابلوا زوج عبر. داكور نجي ندير عندك فورماسيون بعد ما نولي نصح حتى واحد يطيب لي. زيد شويه ما زيد شويه هكذا باش ما يجيناش الروز تاعنا يابس. داكور فوالا ندير له العبر نديرو العبر سوا سوا. داكور هكذا باش يجي طايب على حبه يعني ما يجيش معجن. تخي بيان فوالا صح صح راني نشوف. ايه دوك كي يبدا يغلي نشعلو برك. زيد للنار يا اخي ندير ديكات. معليش معليش اول مره راك طيب راك هايل. صح وي سور 10 سور 10 راك هاي نعطيك 6 7 سور 10 في المسيدو ما ديتهمش كي كنت نقرا. ما شاء الله الله يبارك فيك 8 في نيميرو 8 تري بيان زيدو. دركا غطيه تري بيان ونخلوه على النار قليله حتى الروز يشرب لنا كامل هذاك الماء. دونك ما نشوفوش الوقت وفي ميزون فيريفيو سي صح. ايوا النار تكون قليله غير يشرب الماء تاعو خلاص الروز تاعنا راه واجد. واش رايك في الوصفه تاع نهار اليوم؟ هاني باك واش معناتها هاني حايب مازال ما طابش ناكلو هذا. دوكا واش نديرو؟ تتنقي لنا في الكوزيدو رانا نقصرو شويه نحينا هذوك اي حاجه ما تحتاجهاش نحيها. داكوغ. كيما القشور حاشاك نديروهم في الساشي تما. ايوا عندي تفضل واحكي لنا على باش الناس يعرفوك انك لعبت كنت لاعب كرة قدم. لعبت كرة قدم في لي بتيت كاتيجوري وي. ايه داكوغ. قبل ما تجوز الباكالوريا هكذا؟ قبل نعم. ايه وكيفاش كانت التجربة تاعك؟ سبور انا للدوك مازالني. تحب سبور؟ مارس سبور. مليح سبور هايل. وانا نمارس ميم في رمضان ماشي زعما كي جا رمضان باش نجوز الوقت تو نقول هاد لا انا سبور على العام. ميم كي كان يجي في الصيف ميم نلعب لي ماتش بزاف. الله يبارك الله يبارك مليح سبور مليح. فوالا مليح هذه هي سبور انا يا عندي سي فيتال كيما يقولوا. احكي لنا انت لعبت مع اعمال تلفزيونيه بزاف مع مثلا مع الفنان صالح اوغروت بلاحه بن زيان ربي يرحمه. ربي يرحمه ان شاء الله. وش الحاجه اللي تعلمتها من عندهم يعني خلوها لك دائما تفكرها؟ الاحترام. احترام نعم. احترام كساسوا الاحترام كي نكونوا خدامين ولا احترام على الناس. نعم. ونخلي نعم. روحي نخلي روحي مقي. نخلي روحي مقي. وتعلمت منهم تاع ما نتخايلش ماشي نبان شويه نوني نحس بروحي انا فنان. اكيد تواضع تواضع. فوالا خاطش انا ما نكذبش عليك بارابور نكومباري روحي لي زونسيان
ما كانش نيقع ما نبانش معاهم ما نكذبش. لا الحمد لله الناس تعرفك ديجا غير تخرج الناس كاملين يعرفوك. وي الحمد لله الحمد لله. بصح هادو كما يقولوا سيدي شغل سيدي كراد كل واحد والكراد ديالو. بصح يزيدوا لك في التجربه تاعك تاع التمثيل. بيان سور يزيدوا لك نعم. فوالا واش تعلمت من عندهم سيك الاحترام سي لو مو. احترام وي. قدر روحك مع الناس يقدروا كما كان يقولوا الناس تاع بكري. اكيد اكيد ما شاء الله. ان شاء الله. واش انا نقدموا؟ انا على كل حال نعس روحي كي نجي كي بروبوزيو لي حاجه ولا نعس نشوف السيناريو ولا يوالمني نشوفوا لا كاين حاجه اللي تجوز باسكو انايا ماشي نخاف من الشعب يقول لك ما يعرفش يلعب ولا واش هذا الدور اللي يلعب ولا نو انا قبل ما نلحق للشعب كاين دارنا كاين فاميلتي كاين جيراننا كاين ولاد حومتي وكاين الشعب. تحيه كبيره لهم. فوالا سي بوكو بلوس. والشعب كيقول لي عجبتنا ما نسناش مخرج يقول لي لعبت مليح. صح كاع سي الناس على بالك يكذب عليك. يعيطوا لها القبول يا يقبلوك يا ما يقبلوكش. اذا نقينا البلان دو ترافاي قدامك البابيي نحي مسح خذ راحتك ايوا ونسبق لك في حاجه اللي عزيزه عليك. اه جبت لنا حاجه معك. كي البيبي هذا قبل. اها داكوغ نقي لك وهذيك عندي سيربريز من بعد. على بالك كل واحد جاز معنا في الحصه. ايه. جبنا معه حاجة داكوغ عنده ذكريات معها. يا درا اليوم انت واش تحكي لنا على الحاجة اللي جبتها؟ بيان سور حتى انايا عندي حاجة اللي عزيزة عليا بزاف 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 داكوغ. اها دوك نشوفوا واش جبت لي وحكي لنا داكوغ لأنه أكيد تكون عندك ذكريات معها داكوغ. فوالا لقينا الحالة. ما شاء الله. دوكا هاد الحاجة اللي جبتها لي راهي تبان قديمة. هادي عندها إذا راني شافية. إذا راني شافي فيريفي. بالك تحرق برك شنو بابي ولا. خلاص تعلمت. شوف جرحت ما تزيدش تحرق. فوالا. أيوا. تعلمت فوالا. خلي هذاك الآخر يهبط لداخل في الطنجرة هكذاك. فوالا وي. فوالا. راهو طاب راهو شرب كامل هذاك الماء. وي دوكا نبدا نسير به. سير به واحكي لي على الحكايه على الحاجه اللي جبتها لي باسكو راهي تبان حاجه بزاف عزيزه. هذه عزيزه عليا هذه ريحه تاع يما الله يرحمها. ربي يرحمها ويوسع عليها وما زالت عندك مخبيها الله يبارك. هذاك واش حاطتني ريحه تاع يما باسكو دوك دارنا يقول لك شمال وعنده مخبيها وليك هذه اللي عزيزه. ما شاء الله ما شاء الله. الله يسلمك اللي عندها اكثر من 65 سنه هذه. صح راهي تبان راهي تبان باللي حاجه تاع زمان ثقيله. مخدومة واي. ما شاء الله فضة رائعة فضة تاع زمان الله يبارك فضة تاع زمان دونك انايا هادية ريحة تاع يما كما يقولوا ما شاء الله يعطيك الصحة الله يسلمك ميرسي ليك انت ثاني يعطيك الصحة ايوا راك تسربي لنا في هذاك الروز لا نديكوريه ايوا وبعثوا لي سربي كما كانت تسربي الوالدة نتاعك ربي يرحمها هذا تحس انه وي 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 ما تقعدش ما تقعدش شفت عزمان كيفاش كانوا يسربوا ما تقعدش يعمروا الطبسي حتى نشبعوا وي تحفة بصح الطبسي حنا ماشي كل واحد بالطبسي تاعو. انا كنا ناكلو كيف كيف وي. هذيك على العام. صح صح. على العام على العام. اها. البنا كاع. صح ما شاء الله. قلنا ما شبعتوش، اه ما شبعناش، هي سي لومبيونس اي تو. اكيد اكيد، البنا تاع الما تاع الدار تاع الوالدين تاع الخاوة. فوالا. فوالا، دوكا حطوا فوق هذاك لو بلون دو ترافاي، فوق الزجاجة. ديكوريهو لك شوية نسوق به. معليش تفضل. فوالا. امسح لنا الطبسي هكذا في الطرف نقيه لنا. بيان سور كاين عندي البابي. كاين مسح برك. فوالا وهاي اللي يمسح مليح يشرب كلش بيان سور ايوا تري بيان درك برك ما تدخلش لانه الطبق راح يختفي من امامك ديريكت باش ديريكت انا في الفضاء يروح من عندك يجي لعندي خلاص دقيقه هذه ايوا لا ما تكذبيش قولي لي صح والله غير يبان ما شاء الله دوك ندوق ونقول لك نعطيك ان شاء الله يا ربي على بالك انت يا سبيسياليست باذن الله باذن الله يعجبني فوالا ايوا دوكا واحد اثنين ثلاثه راح يختفي الطبق لو بلا راهو عندي ايه انا شميت الريحه الريحه راهي تريح شابه الحمد لله دوك ندوق ونشوف دوك اول يعني ملاحظه عندي انه الرز جاك شويه رايح الكحوليه غامق علاش؟ عباك علاش؟ خليته تنحرق باسكو البصل تحرق داكور بعد خاطر ما تخليش يتحمر بزاف داكور اذا بسم الله بيا بسم الله ان شاء الله ما تبهدلش ما جاش باين فيه الحريق بزاف ايه حاجه واحده برك شويه مسوس بصح انت يعطيك الصحه كاول مره تدخل للكوزينه يعطيك الصحه
بور اون بروميير سافا. اه وي نعطيك يعني علامه كامله بوغ لا بروميير فوا تدخل الكوزين. اه اي بالح بروميير فوا هكذا نطيب ومن ندخل باش ناكل. تعاودها الوصفه ولا ما تعاودهاش في الدار وحدك؟ هكذا تو كاسي يعني حافظها نقدر نعاودها. خلاص المهم عبر الرز وعبر تاع الماء هذا ما كان. اه ومغرفه زبده. ايوا شويه خضره فلفل كحل شويه ملح. ايوا هذه هي الوصفه. وهذو اسمهم تاع الدجاج هذيك؟ توابل دجاج. توابل دجاج والكركم. الكركم هو اللي مدلك صفوريه للرز. داكور. يلا دركا واش نقول لك الحين نرجعوا انا وصلنا. ايه وش نقول لك نتمنى لك يعني مستقبل زاهر بالادوار. الله يحفظك ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله نشوفوك في ادوار اكثر يعني ماشي غير الكوميدي نشوفوك في دراما نشوفوك وربي يحفظك ان شاء الله ونعاودوا نشوفوك مره اخرى ان شاء الله. افيك بليزير والله فرحت بزاف كي راني هنا اليوم. مرحبا بك. اه جي باسي لان دو مي ميور مومون في حياتي. ما شاء الله ربي يحفظك عليك. ربي يحفظك يلا طريق سلامة. وثاني حبيت نقول حاجه قبل ما نروح. تفضل تفضل. سيك الكوزينه ماشي سهله هنا اللي لازم نحترموا المرأة ونسعفوها. صح صح زينة ماشي سهلة وي. سميتي. وي وي ماشي سهلة صح. يعطيك الصحة وكانت تجربة معك بزاف شابة. الله يسلمك. ربي يحفظك وطريق سلامة. يعطيك الصحة. الله يسلمك ميرسي على خير. ملاقاة الخير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. سلامة. إن شاء الله. مانيش حاب نروح.